سلام عليكم، مرحبا بكم في برنامجكم البكشة. بنخبركم عن العيال الأول وصنع العيال من بنت وولد. الولد أصبح ويا أبوه يطالع أبوه شو يسوي. قال لأبوي أنا تراني بسير البلاد وانت اليوم عني ومني عند أمهاتك ويوميون الخطار جربهم في بريزة وسدوا عني. قال لن يالله أبوي. الضحى اعطنوا عليهم الخطار. يوم اعطنوا عليهم الخطار تلقى لهم الصبي سلموا عليه ويهوه. قال له انت ولده؟ قال انا ولد فلان. قال له نعم. قربوا في الحضيرة، قربوا الحضيرة بسوايا في العرقوب بيني فريج. وزخر تاب الصبي ولا من رحن ونزل الخري ونزل الساحة عطرف خلاهن عطرف كان مطيتين ولا ثلاث. وخذ رتاب ولينهن تحت في الهور وقيدهن وعلق خطمهن ورد عليهم. والسار عند أمه قال لهم ما يخطار يونا عطيني القهوة وعطيني منحاز والمدق التاوة والمحماس وعطك الحين هي للصبي ويوطي عندهم هناك ويا بيمي بق وبرا وضو والحطاب في طرف الحطيلة إبريزة طرف إبريزة الحطاب وبرا وضو وسووا قهوة تمروحهم الخطار. نشت الحرمة وزقرت على ولده قالت لأبوي خل واحد منهم يجي اللي هو ذبيح. وصارت داخل الزرب وزخت لها طلي ويابته ويا الرجال وذبح هذاك الطلي. عقب ما ذبحه علقوه في الشيب ما عندهم شيء حديد عيالة ما عندهم شيب اللي يخضن فيه السقع. علقوا الذبيحة وقطع الذبيحة وقطع لهم وصار عند رباعته وقص لنا اللحم ضاولان رباعي رباعه ين حد ينقل عيش حد يقطع بصل حد يقص اللحم حد يوري الضو وتعاونا سوى غداهن وعطانا الرجال راعي بيت دخل الذي كله زاهر. قالوا نحن عندنا خطار مسوين غدا. قال زين ما سويته إلا الراي العدل وغرفوا غدا الريايل وهلوه وتغدوا في بريزة ويوي مهال اليران وراعي بيت تغدوا عقبهم قايمة كسروها للحرمات خلوها على طرف الصرود. ويوم تغدوا لالم عازة ردوا قايمة هاي تحطوها وهلوا الغدا ردوا عند الحرمات. الحرمات ما هي تام عندنا كل الرقبة عاد حرمات وايد ما طشونه أربع خمس وقافرين لهم قايمة. هلوا الغدا ودوا الحرمات وضاولان الحرماتين وتغدن وسولفان والريال تغدوا وسولفوا وويها وعاد ترخصوا هذي لك عياكم عندنا. قالوا لا الله يطول بعماركم الغدا تغدينا ونحن بعاد لنا يده بعيد مروا من الرد وويها وخطارهم عنهم وتموا هم ويبهان. يوم يتمون عقب ثلاثة أيام أربعة أيام على ما قيت لك اليران بعد الثانيين بعد سووا على ما سوى يارهم. هذا الأولاد سادي عن الأبوة. البنت طالع أمه شي قاس سوي يوم تخبز لم خلت لها شوي طحين قالت لها مايا أنا بخبز بتعلم. قالت لها زين خلت لها كوانة عقولتهم تلايا طحين نشت البنية بتخبز هوي 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 تعلم تعلمت البنت وسدت علم. عقب من يجيها حد هي داخل ويا الحرمات قالت لها ما يسوي لنا خبز وعينت البنية الطحين عندها قياسي ملح عندها قياسي ماء وخبزت الخبز وقمس لبس الأمن وحدرت على الحرمات. بعدين بنت فلان هبت الريح شو مسوي اليوم سويت خبز هذا خبزت قالت لها هي خبزي نعم من معلم منك قالت معلمت أني ماية على الخبز وتعلم. يوم تشوفهم ما تحيب بقال بعد تعلمت من أمها تحيب بقال تعلمت من أمها يوم تشوف ما تخض السقع تخالف أمها تخض السقع أمها يلا طريقها صارت عند ربايعة والروب محقول مصبوب في السقع زخت البنية وخضته. يوم تيلم جت السقع ذهب صلحته وظهرت الدهانة حطته في الكراز كل يوم عندهم يي كراز من القحوف تحط الدهانة ومعلق سويت العروة منه ومعلق فوق. يوم يمتزر نزل التهلم وقالت للسنوت ويلجلان والمذيبة وذابت للسنوت صبت أبعد في كراز الثاني ولا في عكة
ولا في هبان، ما عندهم وعاين وايد، وفريج هاي كلهم اليران ما عندهم، عندهم صينية وحدة ولا صينيتين، وعندهم صفرية يتالون اليران كلهم. أنا بيتي عنده صفرية وعندي صينيتين وعندي من الناس يوم يسوون العشاء اليران يو يلا صفريتي وصياني ومن لافي واللقل كلهم عدل، ويستخدمون من بيت واحد يستخدمون يفريج كله، ما بكل عنده الشيء، عنده بيت واحد، وهذا اللي في بيت واحد يستخدمون يفريج كله، يستخدمون الوعيان، وهذه متعاونين على الشيء. هذا علومنا اليوم في برنامج البوكشة، وحياكم الله.